السلام عليكم، هناخد سيكشن النيتريشن اوف الاسيتانيلايد. هنعمل بريباريشن للبارا نيترو اسيتانيلايد. الاستراكشر اوف البارا نيترو اسيتانيلايد، المولكولار فورمولا C8H8N2O3، المولكولار ويت 180، الايوباك نيم ممكن نقول ان 4 نيتروفينايل اسيتاميد على اساس ان هو ديريفاتيف من الاسيتاميد. بس انا عندي ده الايوباك، ده البيرنت، وعندي ده هعتبره كسبستيتوانت اللي هي ان 4 نيتروفينايل، او ممكن اقول عليها بارا اسيتاميدو نيتروبنزين، او ممكن اقول ان اسيتايل 4 نيترو انيلين كديريفاتيف من الانيلين. الرياكشن عندي طبعا ده الكتروفيليك اروماتيك سبستيتيوشن رياكشن. الالكتروفايل اللي هيدخل على حلقة البنزين هو النيترونيوم ايون ال NO2. النيترونيوم ايون ده بيحصل له جنريشن ان سيتو، يعني بكونه بيتكون ان سيتو داخل الرياكشن. ما بيكونش في حاجة موجودة عندي في المعمل مثلا اسمها نيترونيوم ايون، لا ده انا بحصل عليه ان سيتو في الرياكشن. الجنرال اكويشن هبدأ بالاسيتانيلايد، عندي في وجود ال HNO3 وال H2SO4 اللي هما ال nitrating mixture. المفروض أن هحصل على ال major product أو ال product اللي احنا عايزين نحضره اللي هو ال paranitroacetanilide as a major product، و minor product كمية بتبقى صغيرة اللي هي عندي ال ors nitroacetanilide. ال procedure في بيكر هحط 2 جرام acetanilide، 3.6 مللي جليشيال اسيتيك اسيد، و3.6 مللي كونك سلفوريك، هحطهم في ايس باس، وهجيب تيست تيوب هحط فيها النيتريتنج ميكشر اللي عندي هيكون 9.1 مللي كونك سلفوريك و1.3 مللي كونك نيتريك اسيد اللي هما النيتريتنج ميكشر. نخلي بالنا طبعا عندي الساين دي بتقول لي ان انا عندي دي كونك اسيد فبتبقى كروسيف، فنخلي بالنا ان احنا طبعا الشغل يكون عندي وانا لابس جلافز. طيب انا الايس باس مهم جدا، يكون مهم جدا احط البيكر والتست تيوب في ايس باس. لما انا عندي بحط التست تيوب، لما بحط الكونتنت بتاعه النيتريتنج ميكشر في التست تيوب، التست تيوب بتسخن، فعشان كده بحطها في ايس عشان لازم تكون كولد لما اجي اعمل لها اديشن على البيكر. كمان الرياكشن عندي ده بيبقى اكزوثيرميك، فلازم عندي البيكر والتست تيوب يكونوا كولد. وكمان عندي وجودي ان انا احط ايس باس ده مهم عشان يخلي لي الميجور برودكت بارا نيترو اسيتانيلايد، واقلل فرصه ان يتكون عندي اورسو نيترو اسيتانيلايد. هنسيبهم في الايس باس لمده 10 دقائق، وبعد كده دروب وايز ويز ستيرنج المفروض هحط النيتريتنج ميكشر من تيست تيوب. مهم جدا ان انا اعمل اديشن دروب وايز واعمل ستيرنج. ليه؟ لان انا عندي لو حطيت مره واحده انا عندي الانبوبه دي فيها النيتريتنج ميكشر اللي هو هيطلع لي النيترونيوم ايون ان سيتو، فبالتالي عندي لما اضيف كميه كبيره مره واحده هيبقى عندي كميه كبيره من النيترونيوم ايون اللي هتخليني ممكن عندي يتكون في الاورسو ويتكون عندي في البارا، وانا الميجور برودكت عايز اكونه في البارا. بعد ما عملت اديشن للتست تيوب كونتنت اللي فيها النيتريتنج ميكشر على البيكر، هشيلها من الايس باس واستنى لمدة 20 دقيقة عند روم تمبريتشر. اسيب البيكر لمدة 20 دقيقة عند روم تمبريتشر، بعد كده البيكر ده اكبه على بيكر في 20 ملي ووتر ويز كراشد ايس. البيكر عندي اللي فيه الكونتنت بتاعتي احطه على، اكبه على الكونتنت بتاعت البيكر بتاعي، هكبه على بيكر في 20 ملي ووتر ويز كراشد ايس. هيتحول عندي اللون، ممكن بيبقى اصفر او اخضر. طبعا انا عندي هنا بحط الميه مع الكراشد ايس عشان ترسب عندي البرودكت، والايس طبعا هيحفز تكوين عندي او هيحفز البريسيبتيشن ترسيب البرودكت بتاعي. بعد كده هستنى لمدة 5 دقايق كده with stirring عشان البرودكت يترسب تماما، وبعد كده هعمل filtration طبعا عندي بالبوخنر filtration. هنا ليه بعمل، المفروض أثناء عملية الفلتريشن وأنا بعمل filtration هعمل wash with cold water several times
ليه اعمل ووش ويز كولد ووتر؟ المفروض علشان عندي لو في اي كميه ريزيديوال اماونت من الكونك السلفوريك اتخلص منها وتنزل عندي وانا بعمل ووشنج، علشان انا عندي لو في اي كميه من الكونك السلفوريك موجوده معايا من البرودكت، ريزيديوال اماونت موجوده عندي مع البرودكت عندي، فالمفروض كده هتخلي البرودكت ممكن يحصل له شارنج لما اجي احطه في الفرن عشان اعمل له دراينج. فمهم ان انا اعمل ووشنج وسكولد ووتر سيفرال تايم عشان اتخلص من اي كمية موجودة عندي من السلفوريك اسيد عشان ما يحرق ليش المركب بتاعي. لكده طبعا هنعمل دراينج ونحسب اليلد. لو عايز اعمل له ريكريستاليزيشن هعمل له ريكريستاليزيشن من الايثانول اللي هو الريكتيفايد سبريد. طيب السيفتي بريكوشن، طبعا انا عندي هنا السيفتي بريكوشن مهمه جدا. انا بتعامل مع كونك اسيد، بتعامل مع جليشيال اسيتيك اسيد، الكونك سلفوريك والكونك نيتريك بتبقى سترونج كوروسيف وبتعمل ممكن سيفير بيرن لو هي كامين كونتاكت وذ سكين، عشان كده طبعا لازم اشتغل بالجلافز. حاجه تاني الجليشيال اسيتيك اسيد عندي ده بيبقى لاكريميتور وسيفير ايريتانت، فنخلي بالنا طبعا ان يكون تحته دلاب الغازات والمفروض اكون لابس الجوجلز. النيترو كومباوند بتبقى توكسيك وممكن يحصل لها امتصاص او ابزوربشن من خلال السكين، عشان كده لازم اكون لابس الجلافز. important notes، ليه ما نقدرش نعمل preparation للبارا نيترو انيلين directly by nitration of الانيلين؟ عندي الاكتر من سبب. انا عندي الانيلين ممكن بيحصل لأكسيديشن، دي رقم واحد. ورقم اتنين الاسيديك كونديشن ممكن بتحول الامينو جروب بتحولها لسترونج دي اكتيفيتنج ان اتش 3 جروب اللي هي بتكون ميتا دايركتور. ادي عندي هنا ده توضيح للسؤال بتاع السؤال السلايد اللي فاتت. الانيلين انا عندي اهو، طبعا انيلين ان اتش 2 دي بتبقى سترونج اكتيفيتنج، يعني بتخلي الرينج عندي هايلي اكتيفيتد. تمام، فوق عندي احط عليها اتش ان او 3 واتش 2 اس او 4 كونك اسيد. ممكن عندي يحصل حالتين، ممكن يحصل عندي تشارنج واكسديشن للانيلين يعني يتحرق ويحصل له اكسديشن والرينج تتكسر. اول حاجه الثانيه ان انا عندي ال NH2 دي بتبقى بيزك، اللون بير اوف الكترون بيبقى افيلابل بيزك، مع ان انا حاطه كونك اسيد في هيتفاعل NH2 مع الاسيد ويحول لي ال NH2 ل NH3 بوزيتيف ويكون لي الانيلينيوم ايون. ال NH3 بوزيتيف اتحولت عندي دلوقتي بقيت سترونج دي اكتيفيتنج جروب، بعد ما كانت ال NH2 هايلي اكتيفيتنج جروب اتحولت ل NH3 بوزيتيف اللي هي سترونج دي اكتيفيتنج جروب، بقت ميتا دايركتور ال NH2 اورثو بارا دايركتور، لكن عندي ال NH3 بوزيتيف ميتا دايركتور. فبالتالي لو عملت نيتريشن هيديني ميتا سبستيتوانت او هيحصل سبستيتيوشن في الميتا بوزيشن، وانا الميجر برودكت او البرودكت اللي انا عايز اكونه عايزه يكون بارا مش ميتا. تمام، عشان كده بعمل استايليشن بتعمل بروتكشن للانيلين من البروتينيشن والشارينج والاكسيديشن. الاسيتاميد جروب بتكون مودريت اكتيفيتنج جروب للالكتروفيليك اروماتيك سبستيتيوشن وبتكون ليها اورس اور بارا دايركتور. انا عندي ال NH2 بتكون هايلي اكتيفيتنج، بنشيل اتش منها ونحط معاها الاسيتايل تعمل لها استايليشن، عندي فبالتالي عندي ال NHCOCH3 بتبقى مودريت اكتيفيتنج، لان عندي الاسيتايل جروب اللي جنب النيتروجين دي بتبقى ليها الكترون ويزدروينج فبتقلل شويه الرياكتيفيتي بتاعه ال NH. الاميد فانكشنال جروب هل هي اسيدك؟ اه بتكون اسيدك. ليه السبب؟ بسبب الريزونانس وان الالكترون او اللون بير اوف الكترون على النيتروجين بيبقى لسه افيلابل بسبب انا عندي الالكترون ويزدروال افكت بتاع الاسيتايل جروب، فبتخلي عندي البروتون اللي موجود على النيتروجين سهل ان يفقد بتخليه اسيدك. انا عندي ده بيوضح الريزونانس اللي بيحصل. ادي عندي اللون بير اوف الكترون الموجودين على النيتروجين هيترفعوا على الرابطه بين النيتروجين والكربون، وبالتالي عندي الدبل بوند بتاعه الكربونين هتترفع على الاكسجين وتعمل نيجاتيف تشارج. ده بيوضح، فبالتالي عندي اللون بير اوف الكترون على النيتروجين لسه افيلابل، وبالتالي عندي بتكون الاميد فانكشنال جروب بتكون اسيدك. ليه بنستخدم الجليشيال اسيتيك اسيد؟ الجليشيال اسيتيك اسيد ده بولار سولفنت مذيب قطبي عشان عندي يعمل يدوب عندي الاسيتانيلايد. كمان حاجه تاني هو بور نيوكليفايل، يعني مش سترونج نيوكليفايل ان يعمل اتاك على الرينج، عشان كده مش متوقع ان يعمل نيوكليفيليك سبستيتيوشن على الاروماتيك رينج، هو بور نيوكليفايل.
ليه بنضيف النيتريتنج ميكشر دروب وايز؟ احنا قلنا ان انا عندي النيتريتنج ميكشر دي هتطلع لي النيترونيوم ايون ان سيتو، فانا بعمل لها اديشن دروب وايز عشان افويد ان انا عندي اتجنب ان يتكون عندي كميه كبيره من النيترونيوم ايون اللي هتخلي كده بدل ما يدخل عندي في البقره از ميجر برودكت هتخلي عندي لا ممكن يدخل في القرص والبقره، وانا عايزه الميجر برودكت اللي انا عايزه اكونه هو البقره نيترو اسيتانيلايد بس. فبالتالي انا عندي بضيفه دروب وايز عشان اقلل كميه او اقلل البرودكشن اوف النيترونيوم ايون واقلل فرصه ان يتكون 2 و4 داي نيترو اسيتانيلايد. فبالتالي عشان افويد الاكسس برودكشن اوف النيترونيوم ايون واقلل الداي نيتريشن اقلل 2 و4 داي نيترو اسيتانيلايد فورميشن. قلنا ليه الايس باس بستخدمه؟ الايس باس بستخدمه لان الرياكشن زي ما قلنا بيبقى اكزوثيرميك، وكمان انا عندي الايس باس لما بستخدمه بيقلل فكره الفورميشن او بيقلل فرصه الفورميشن اوف الاورثو نيترو اسيتانيلايد، لاني عشان اكون الاورث نيترو اسيتانيلايد محتاج حراره عاليه، وانا بما اني بخلي الرياكشن كولد او بخلي عندي الكونتنت بتبقى كولد فبالتالي بقلل من فرصه تكوين اورث نيترو اسيتانيلايد. يبقى بالتالي عندي السببين، النيتريشن رياكشن بيكون اكزوثيرميك، وكمان عشان احافظ على السلكتيفيتي بان انا امنع الليس فيفربل رياكشن من اوكيرنج اللي هو امنع ان يتكون اورثو و2 و4 داي نيترو برودكت. ليه؟ لان هم دول لو انا هيكون اورثو برودكت او هيكون اورثو بارا برودكت دول انا عندي بيحتاج هاير انرجي حراره عاليه، فانا بمنعها عن طريق ان انا بكون حاطاه في ايس باس. ازاي نعمل سيباريشن لو انا عندي ميكشر من الاورثو ايزومر والبارا ايزومر بالريكريستاليزيشن؟ طيب هنا لو بيقول لي لو انا عندي البارا نيترو اسيتانيلايد بيحصل له هيدروليز في الاسيديك كونديشن، ليه ما حصلش هيدروليز لما انا ضفت ال HNO3 وال H2SO4 عشان اعمل نيتريشن؟ الهيدروليز انا عندي ماشي ممكن في وجود اسيديك ميديا، بس انا عندي عشان يحصل هيدروليز لازم يكون عندي ميه ولازم يكون عندي تسخين، وانا الاثنين منعاهم من الرياكشن انا حطاه في ايس باس ومش مدوباه في ميه للاسيتانيلايد، انا مدوباه في اورجانيك سولفنت اللي هو الجليشيال اسيتيك اسيد. فبالتالي عندي مفيش هيتنج ومفيش ووتر ففرصه ان يحصل له هيدروليز قليله. ليه بضيف النيتريتنج ميكشر للاسيتانيلايد نوت ذا ريفرس مش العكس؟ يعني ما اضيفش ليه البيكر على التيست تيوب اللي فيها النيتريتنج ميكشر؟ انا كل زي ما قلنا بنضيف ليه دروب وايز عشان انا عايز اقلل كميه النيترونيوم ايون واخلي الكميه اللي بضيفها قليله عشان يدخل عندي ميجر في الباره. فانا لما الاسيتانيلايد اضيفه على الانبوبه اللي فيها النيتريتنج ميكشر فيها كميه نيترونيوم ايون كبيره، يبقى بالتالي هيحصل ممكن عندي نيتريشن في الاورث والباره بوزيشن. فانا بالتالي عندي لما اضيف انا النيتريتنج ميكشر على الاسيتانيلايد انا بتحكم في كميه النيترونيوم ايون عشان اخليها كبت ات مينيمم، او اتحكم في كميه النيترونيوم ايون اخليها كميه قليله علشان اكون عندي الميجر برودكت يكون عندي البارا، ما تخليش ان يبقى في كميه عندي كبيره من النيترونيوم ايون تخليه ممكن عندي يدخل في الاورثو والبارا. علشان اخلي الكونسنتريشن بتاع النيتريك اسيد كبت ات مينيمم ويكون كميته قليله. ليه الميجر برودكت بيكون بارا ايزومر نوت الاورثو ايزومر؟ في حاجه مهمه عندي ان الاسيتاميد جروب ان اتش ال سي او سي اتش 3 دي انا عندي دي بالكي جروب كبيره، ففرصه ان انا يدخل عن يدخل فرصه ان يدخل جنبها النيترو جروب في الاورثو بوزيشن بتكون صعبه تحتاج حراره عاليه، فبسبب البالكنس عندي بتاع الاسيتاميد جروب فبيدخل عندي ميجر في البارا. فانا عندي ادي الشكل ده بيوضح ده انا عندي لو الاورث نيترو اسيتانيلايد، ادي عندي الاسيتاميد جروب وادي عندي النيترو جروب لو موجوده في الاورثو. طبعا انا عندي دي جروب بالكي جروب فبالتالي عندي هيكون في استريك هندرانس كبير، فطبعا انا عندي فرصه ان يتكون في الاورثو بتبقى اقل. لكن عندي في البارا ادي عندي الاسيتاميد جروب وعندي هنا النيترو جروب موجوده في البارا بوزيشن بعاد عن بعض، فبالتالي عندي ده الاحتمال يتكون الميجر برودكت.
شكل تاني برضه اهو، ادي عندي هنا الاسيتاميد جروب، برضه عندي وين نايترو جروب، او لو ده في الوضع اورسو وانا عندي ده في الوضع بارا، لما انا عندي الاسيتاميد جروب وادي عندي النايترو جروب. Thank you.